السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نقول ان احنا شغالين بيم مظبوط تبع الكود البريطاني ليفل 2، يبقى لازم ان احنا نعمل اول حاجة نعمل اي اي ار. ما ينفعش ان انت تبدأ شغل من غير ما تكون عامل اي اي ار او تقعد مع المالك تعرف ايه هو اللي هو عايزه في المشروع. ممكن يكون هو عايز حاجة وانت تعمله حاجة افضل، بس مش هو ده اللي هو عايزه. تمام؟ يعني انا مثلا عايز فيلا صغيرة أو يعني عايز بيت صغير، وأنت عملت لي قصر كبير جدا و500 حمام، يعني عملت لي حاجات غير اللي أنا عايزها، فلازم أعمل اللي الملك عايزه. فلازم في الأول خالص نقعد نعمل إي آي آر. من غير الإي آي آر يبقى أنا بعمل حاجة ليا أنا مش للراجل نفسه. تمام؟ وبعد كده لازم يبقى في بيم اكسكيوشن بلان. لو أنت ما عملتش الحاجات دي يبقى أنت ما عملتش بيم خالص، ما عملتش بيم ليفل 2 الخاص بالكود البريطاني. تمام؟ كوماند داتا انفايرمنت. كمان داتا انفيرومنت يعني ان احنا ننظم الشغل على الملفات والفولدرات ويبقى في نظام معين في الشغل. لو انت ما عملتش نظام معين في الشغل ف 40% من وقت الشغل هيضيع في ان انت بتلاقي ملفين، طب انا واحد فيهم الجديد وانا واحد فيهم القديم، طب هشتغل على دوت ولا اشتغل على دوت، وتشتغل على واحد وتفاجئ ان ده قديم فشغلك كله ضاع. تمام؟ فدي حاجات مهمه جدا اساسيه، لو واحد فيهم اختلت يبقى انت مش شغال بالبيم خالص. بعد كده البي اس 1192 من الجزء الاول للجزء السادس، في جزء السادس نزل الديجيتال بلان اوف ورك ليفل اوف ديتيل سي اي سي ورك ستيج. لازم ننظم الشغل بتاعنا والتسميه بتاعتنا. انتليجنت 3 دي لايبراري، انتليجنت 3 دي موديل، يبقى انا عندي فاميلي او عندي اوبجكت وعندي الموديل بتاعي في 3 دي. 3 دي بيزد كولابريشن، في تنسيق وفي حل المشاكل والتعارضات. اسب بيرفورمانس اوبتمايزيشن، اداره للاصول وجوده لاداره الاصول. 3 دي ديجيتال سيرفي بالليزر، مثلا ليزر سكان. ملفات الكوبي اللي احنا بنصدرها من الشغل في البيم. كلاسيفيكيشن لكل العناصر اللي موجوده. دي الحاجات الاساسيه اللي من غيرها يبقى انت كده عندك خلل، يبقى انت ما حققتش البيم ليفل 2. في حاجات اضافيه زي construction information requirements، دي حاجه contractor information requirement. الكلاش بريفنتيشن، 3 دي موديل فاليديشن، 3 دي موديل تيك اوف، 3 دي اند 5 دي موديلنج انتندر، 3 دي موديل بيزد ميتنج. كل الحاجات دي حاجات اضافيه. تمام؟ لما بتحطها بيبقى افضل، انما ال 13 الاولانيين دول اساسيين، انما الباقي دوت بيتعملوا عادي ما فيهمش مشكله، مش معضله، بس مش محطوطين في الالزام. الفكره كلها انا هاجي هروح عملت الشغل وبسلمه للبلديه في بريطانيا، لو ال 13 دول في حاجه فيهم مش متحققه خلاص. لو انت جاي بتراجع على شغل وفوجئت ان واحد من ال 13 دول مش متحققين يبقى ده ليس بيه.